خلونا نقول لكم على فقراتنا النهارده. وفقرتنا الاولى هتكون عن تصميم الاكسسوارات، وضيفتنا فيها الفنانه ضحى احمد، واللي هتكلمنا عن ازاي ممكن نختار ونلبس الاكسسوارات اللي تكون لايقه علينا وعلى لبسنا. هنتكلم كمان عن تصميماتها المميزه جدا، وازاي بتقدر تجيب افكار جديده ومناسبه لكل الاذواق. اما فقرتنا الثانيه فهتكون عن انطلاق الدوري الممتاز، واللي بدا يوم الاثنين اللي فات، وكان فيه مباريات مهمه جدا ونتائج غير متوقعه، واللي كان اهمها فوز الاهلي الكبير على المصري البورسعيدي بنتيجه 4-0 وهزيمه الاسماعيلي من زاد الصاعد حديثا. وكان اخرها تعادل بيراميدز مع الزمالك بنتيجه 2-2 في مباراه كانت قويه جدا بين الفريقين الكبار. وتفاصيل اكتر هنعرفها في فقرتنا النهارده مع الناقد الرياضي دكتور عثمان ابراهيم، انتظرونا. اما دلوقتي فهنروح نشوف ابرز الترندز اللي بيدور عليها المصريين على السوشيال ميديا، ونرجع نكمل كلام. خلينا نبتدي كلامنا معاكم النهارده، وهو انه معظمنا بيبتدي يوم الصبح وقبل ما يفكر هيعمل ايه لازم يشرب قهوه، طبعا لانها واحده من المشروبات اللي كتير مننا بيشربها مرات كتيره قوي طول النهار عشان طعمها وفوائدها، وطبعا علشان نفوق. لكن رغم كده الفوائد ممكن تتحول لاضرار خطيره جدا على الصحه العامه للجسم لما نتعود على شربها باستمرار، وخصوصا وقت الصبح عريق. علشان نعرف ايه المخاطر دي اللي ممكن تسببها القهوه لينا، لازم ناخد تليفون دلوقتي معانا دكتور حازم عرنوس، اخصائي القلب. وصباح الورد على حضرتك. صباح الورد يا استاذ. طبعا يعني كلنا ما ينفعش نبتدي يومنا من غير القهوه، وانا محتاجه قهوه الحقيقه، يعني لازم نفوق كده. يعني واضح انها محتاجه قهوه، فخلينا نعرف من حضرتك كده مخاطر القهوه على الريق ايه، لانه كتير مننا بيعملوا كده، ودي عاده يعني منتشره جدا وكلنا ممكن نكون بنعملها. بصي، هي مش عاده منتشره بس هنا في مصر، هي منتشره all over the world، يعني على مستوى العالم موجود أكيد. العاده دي ده اللي خلاهم يعملوا دراسات كتير. هو الحقيقه ما فيش enough studies، يعني ما فيش دراسات كافيه عشان تحكم على شرب القهوه مضر اصلا ولا مش مضر. يعني الدراسات لسه شغاله في فوائد وضرر القهوه. القهوه عامه، لكن احنا بس عايزين الاول نتكلم في سؤال معين انت قلتيه دلوقتي مهم قوي.
اللي هو شرب القهوه على الريق، يعني اون امتي ستومك كده. انا بصحى من النوم اول حاجه بعملها ان انا بشرب القهوه. مش هنتكلم دلوقتي على فوائد او اضرار القهوه، ولكن هنتكلم بس سبيسيفيكلي كده بالاخص ان احنا نتكلم عن شربها على الريق. هتعمل ايه؟ ايه اضرارها؟ هي كده يعني غالبا ما فيش استادز قالت ان لو شربت القهوه على الريق انا هستفيد، لكن قالوا واكدوا على الاضرار اللي هي ما فيهاش نقاش. هي بتزود طبعا افراز حمض في المعده، تمام، اللي هو ال HCL او اللي هو حمض الهيدروكلورايد. كل الناس عارفه ان المعده دي حمضيه، فهي بتزوده. لما بكون انا شارب القهوه وانا واكل، الاكل بيعادل الحمضيه اللي بيتزودها القهوه، فده بيحافظ على معدتي من القرح الالتهاب بتاع المريء. يبقى انا ببعد عن التهاب المريء والقرح بتاع المعده بان انا بشرب القهوه، بس انا معدتي مليانه عشان تعادل المشاكل بتاعه الكافيين. يعني نقدر نقول ان هي بتجيب قرحه لما نشربها على الريق باستمرار. لا ما فيهوش نقاش، وكل الناس اكدت على ده، اللي هو ما فيهوش حد بيقول لا دي كويس، لا خالص. طيب ده سواء بقى القهوة التركي اللي كلنا بنشربها او الاسبريسو الامريكان كوفي، يعني كل ده لا اي حاجة لسبب كل واحد، لانه كله بيحتوي على الكافيين. هي الكافي ايا كان ايه نوعها، زي ما حضرتك بتقولي هي بتحتوي على مادة الكافيين. مادة الكافيين دي هي اللي بتزود الفراز بتاع المواد دي في المعدة، فبتأدي لجاستريتس او التهاب في المعدة والمريء. طيب خلينا نعرف من حضرتك كده، يعني لو اتكلمنا على اضرارها على الريق، نتكلم على الاضرار عموما او الفوائد كمان علشان كده ندي للناس بوزيتيف انرجي الصبح. هي فوائدها ان هي بتعلي بتزود الانتاج بتاع الكافيين، والكافيين ده استيمولنت اصلا، يعني منبه. فالحاجه المنبهه حتى هتفوقني، هتخليني طبعا ابروسيد وفي حياتي فايق وفي شغلي ومركز. مركز. طبعا مركز وفايق، لان هي بتزود بتنبه. فهي منبه قوي جدا ومهم جدا، مفيش مشكله ان احنا نشرب. الفوائد الثانيه ليها ان هي ممكن تعمل، للاسف بالذات لما اتشربت على دي، ممكن تساعد شويه في الويت لوس، يعني بتقلل الوزن، تحرق الدهون. ولكن الاجمالي بتاعها هي عندها فوائد وعندها اضرار، لكن شربها على الريق ضرره اكتر من فوائده، لازم نكون متفقين على ده. طيب ايه اضرار القهوه عامه؟ اضرار القهوه عامه ان هي بتزود، ممكن تزود التوتر، ممكن تزود التريمورز او الرعشه اللي في الايد. لو اتشربت الصبح بدري قوي كده على الريق غلط، لان هرمون، في هرمون في الجسم منبه اصلا، يعني هرمون اصلا ربنا عمله لنا منبه، هو بيفرز بكميه كبيره من الساعه 9 للساعه 11 الصبح. يفضل ان انت تسيبي الوقت ده وتشربي بعدها ايه القهوه من الساعه 11 الصبح. ده هيبقى تايم احسن. عظيم جدا. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حازم عرنوس اخصائي القلب. طيب اخيرا بقى نروح لموضوع تاني. اخيرا فصل الصيف خلص، اللي كان السنه دي بجد صعب جدا، اتعرضنا لموجات كتيره من الحراره العاليه خصوصا في شهر يوليو اغسطس الماضي، ورسميا النهارده بدايه فصل الخريف، واللي بيكون فيه تغيرات مناخيه وشويه تقلبات كده بنشعر بيها بارتفاع الحراره فتره الظهر، لكن مع دخول الليل الجو بيتعدل كتير. طبعا الهيئه العامه للارصاد الجويه قالت ان بدايه من اليوم النهارده هيكون في اجواء خريفيه منعشه على شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى مع نسيم خفيف يعمل على تلطيف درجة الحرارة. عشان كده أو عشان نعرف أكتر عن طبيعة الخريف، معانا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد على حضرتك أستاذة ياسمين، وصباح الورد على كل دكتور. دكتور طمنينا، احنا خلاص رسميا فصل الصيف خلص واحنا دلوقتي في فصل الخريف، الجو هيكون عامل ازاي الفترة اللي جاية؟ امتى كده نحس يعني ان احنا نبتدي نتقل سنة؟ تنصحينا دلوقتي بايه؟ آه
طيب احنا لسه يعني بلاش دلوقتي تغيير نوعية الملابس، لان لسه في النص الاول من فصل الخريف، وبالفعل ابتدى اليوم وهيستمر معانا قرابة 3 اشهر، وهو فصل انتقالي دايما بياخد من الفصول القبلية والبعدية. فبنبدأ نحس ان في النص الاول من الخريف لسه في بعض الايام بيكون فيها ارتفاعات في الحرارة، لكن ما بتبقاش ارتفاعات ملحوظة، بتبقى ارتفاعات بقيم طفيفة، وبتبقى درجات الحرارة تعود مرة اخرى للمعدل. ويمكن اغلب ايام فصل الخريف بتبقى فيها اعتدال بشكل كبير في درجات الحرارة، يتخللها بعض الايام فيها ارتفاع في الحراره زي ما قلنا، خاصه في النص الاول. على مدار هذا الاسبوع كله هيكون في استقرار تام في الاحوال الجويه، يعني ما فيش اي تقلبات جويه ملحوظه في الجو. هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره اعلى من الاسبوع الماضي بحوالي من 2 لـ3 درجات. يعني احنا الاسبوع الماضي كنا بنسجل قيم درجات حراره 32 33 عظمى على القاهره الكبرى، خلال هذا الاسبوع ما بين 34 ل 35 درجه مئويه، وده هنحس بيه اكتر فتره النهار. يعني الارتفاع ده هنحس بيه فترات النهار، هتكون الاجواء فيها حر على المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، شديده الحراره في المناطق الجنوبيه. هنيجي في فترات الليل هيظل احساسنا موجود بانخفاض درجات الحراره، وخاصه في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، الاوقات دي بدانا نحس فيها بمزيد من الانخفاض في درجات الحراره، بدانا نحس بسنه بروده ضعيفه جدا. يمكن كمان تدريجيا مع دخولنا اكتر في الخريف هنبدا نلاحظ بقى الفرق بين النهار والليل بدا يزيد. بدانا فتره النهار بيبقى فيها دفء واجواء حاره، فترات الليل هيبقى فيها بروده، وده اللي متوقع يكون كمان يمكن مع بدايه شهر 10 نحس بيه اكتر في فصل الخريف. الظاهره الجويه المؤثره معانا هتكون الشبوره المائيه، والشبوره المائيه بدات كثافتها تزيد، يعني بدات تاثر على الرؤيه الافقيه على الطرق، خاصه مع انخفاض درجات الحراره فترات الليل المتاخر. فبالتالي في شبوره مائيه كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. مستمره قد ايه يا دكتور؟ بتستمر معانا الشبوره المائيه على مدار هذا الاسبوع، هيكون في شبوره مائيه، لكن هي الشبوره المائيه بتتلاشى فور استطاع اشعه الشمس. يعني احنا تقريبا من الساعه 7 8 صباحا كده هنلاقي الشبوره المائيه كثافتها بدات تقل وبدات تختفي. فمهم جدا احنا فترات الصباح الباكر ناخد بالنا ان كثافه الشبوره المائيه هتزيد. يعني احنا ممكن نصحى من النوم واحنا رايحين اشغالنا نلاقي في انخفاض رؤيه افقيه على الطريق بسبب الشبوره المائيه. فعشان كده مهم جدا تكون القياده بهدوء تام. وفتره الظهيره ما زلنا بنقول ان احنا بقدر يمكننا تجنب أشعة الشمس المباشرة، لكن الخريف هو أحسن فصول السنة أو أجمل فصول السنة، ويعتبر هو ربيع جمهورية مصر العربية بسبب أن معظم أيامه بيكون فيها اعتدال في درجات الحرارة. عظيم جدا. طب دكتور تدي الناس كده روشتة تنصحيهم بإيه في خلال الأسبوع ده؟ احنا الاسبوع ده مهم جدا ناخد بالنا، لازم تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع تكون الشبوره المائيه لو احنا بنروح اشغالنا. مهم كمان ان احنا بقدر الامكان اشعه الشمس فتره الظهيره نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. مهم كمان ان احنا لازم يبقى عندنا ثقافه المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، خاصه في الفصول اللي بيبقى فيها تقلبات جويه حاده وسريعه، لان وارد جدا في فصل الخريف يوم بنلاقي في ارتفاع يوم بنلاقي في انخفاض، وارد نحصل تقلبات جويه بشكل سريع في خرائط الطقس. فلازم مهم جدا ناخد بالنا ونبدا نتابع النشرات الجويه، ولما نبدا نحس بالبروده فترات الليل نبدا نزود قطعه ملابس، خاصه ان الدراسه هتبقى مع بدايه الاسبوع المقبل او مع بدايه شهر 10. معظم الناس بتخرج فتره الصباح الباكر هيبداوا يحسوا بسنه البروده فتره الصباح الباكر، فلازم ناخد بالنا ونبدا تدريجيا حتى نضيف قطعه ملابس اضافيه لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر، او الجاكيت الخفيف ده يا دكتور يبقى معانا بالليل. يعني لو احنا بنخرج فترات الليل متاخر او فترات الصباح الباكر ممكن يكون معانا قطعه ملابس اضافيه، جاكيت خفيف، قطعه خفيفه كده من الملابس، لان هنبدا تدريجيا، احنا مش بنقول خلال هذا الاسبوع بس، تدريجيا ان شاء الله خلال الايام المقبله هنبدا نحس بالبروده، وخاصه فتره الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. عظيم جدا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. طيب خلينا دلوقتي نروح نطمن مع بعض على درجات الحراره المتوقعه النهارده ونرجع لكم مره ثانيه.
رجعنا لكم مرة تانية، وخلينا نتكلم بقى عن الملح. الملح طبعا من أكتر التوابل اللي بنستخدمها في تجهيز وإعداد أكلنا. طيب استخدمه بطريقة صحيحة بيكون من أو بيحمي من أضرار كتيرة وبيحمي من الخطر أو القلق، لكن إن إحنا نستخدمه بشكل مفرط أو ناكله بشكل مفرط ممكن يسيب مشاكل صحية إحنا أكيد في غنى عنها. وعشان كده بعض الخبراء قدموا بعض البدائل للملح من الأعشاب والتوابل والمكونات التانية عشان تسيب طعم كويس في طبقنا من غير ما يكون في أضرار على صحتنا. وعشان نعرف أهم البدائل دي معانا على التليفون دكتور ريهام عز الدين، أخصائي التغذية العلاجية. صباح الورد عليك يا دكتور ريهام. صباح الورد، ازيك عاملة ايه؟ أهلا بيك يا دكتور. ازيك يا فندم؟ خلينا نعرف من حضرتك كده ايه اللي ممكن يكون بديل للملح، لأن طبعا احنا بطبيعتنا كشعوب يعني ما نقدرش نستغنى عن الملح في أكلنا، فخلينا نعرف منك ايه ممكن يكون البديل دلوقتي. شفنا مثلا بيقولك مثلا ملح مش عارف البحر ايه، طيب الهيمالايا، طب مش عارف ايه، نستخدم ايه؟ طيب مبدئيا احنا مش عايزين نستغنى عن الملح، لأن زي ما انت بدأتي كده الملح ليه فوائد، والملح مهم ان احنا نبقى محطوط في الأكل. احنا في حد مسموح لينا ان احنا ناخده يوميا من الملح، لأن الملح داخل في عمليات الجسم كلها، بيحافظ على نسبة السوائل، بيحافظ على انقباض العضلة، بيحافظ جدا على ضغط الدم بالنسبة للناس أصحاب الضغط الواطي. فإحنا الملح ما ينفعش نمنعه تماما، لكن لازم ناخد بالنا من استهلاكه. يعني احنا بناخد قد ايه في اليوم؟ يعني الناس المفرطة في كمية الملح لازم تاخد بالها انا باخد قد ايه ملح في اليوم. يعني احنا في نسبة طبيعية المفروض الجسم ياخدها تقريبا من 5 جرام في اليوم، يعني احنا بنتكلم على معلقة شاي صغيرة. أوكي. لكن ان احنا نمنعه تماما ده مش صح. الملح فيه صوديوم، الصوديوم ده بيدخل في انقباض العضله، الملح ده فيه نسبه يود بيحافظ على انتاج الافرازات بتاعه الغده الدرقيه، فاحنا بيفرق معانا وجود الملح في الجسم، بيعمل اختزان في سوائل الجسم. طيب الافراط منه بيعمل اختزان سوائل، بيزود ضربات القلب، بيرفع ضغط الدم، بيلخبط الجسم، دي الزياده. طب النقص بتاعه بيخليه ممكن عندي ضغط واطي، بيخلي جسمي مش مركز قوي. طب انا ولا اقلل ولا ازود، انا اخد الجرعه المناسبه في امتلاكه، انا مش عايزه امتنع. طب لو احنا افترضنا ان احنا لازم نمنع الملح، لو ايه؟ لو افترضنا ان احنا لازم نمنع الملح مثلا في حاله صحيه او كده، بيتمنع تدريجيا؟ في بعض الامراض بيتطلب مننا ان احنا نوقف، ولكن احنا او نقلل بقدر ما او نقلل بحد ادنى، ساعتها نحط البدائل بقى لينا زي ما حضرتك تشرفتي وقلتي. ممكن نحط الحاجات الطبيعيه، كل ما هو طبيعي فهو مسموح، زي كل الاعشاب. إيه عندنا التوابل بتفرق معانا جدا، الشبت، الجنزبيل، الليمون، اي فليفر، حاجه ليها فليفر نفاذ فهي بتفرق في طعم الحاجه. أكيد. وانا دايما بحب بنصح ان احنا ممكن نحط الليمون، شويه خل، شويه توابل، بيفرق جدا في طعم الحاجه، بيدي نكهه حلوه، بيخليك ما تاخدش بالك، لان احنا بنبقى محتاجين الملح عشان نحس بطعم الاكل. فانت ما بتحط حاجات فيها حمضيات بتحس بطعم الاكل، لو انت بتحط توابل بنحس بطعمه. بس لو عندنا مشاكل طبعا في المعده زي التهابات او قرح المعده، بناخد بالنا ان احنا ما نزودش مثلا زي عصير الليمون او الخل او ايا كان الحاجات الحمضيه. بس ما فيش توابل مثلا تدينا الاحساس اللي هو يعني الاحساس الحادق للاكل، ان احنا نحدق الاكل غير الملح، يعني دينا نفس افكت الملح، نفس الافكت بتاع الملح. هو الملح لانه في نسبه صوديوم فهي بتدي طعم الملح نفسه. تمام. فاحنا دايما بنروح للجنزبيل، انا بحب الجنزبيل جدا لان بيدي فليفر وبيدي طعم. عندنا الكركم ما هو ملوش طعمه بس بيدي نكهه. عندنا القرفه، عندنا البصل الباودر والثوم الباودر برضو ممكن يقولوا ان هم بيحدقوا شويه. كل التوابل ممكن اضافتها، كل التوابل ممكن اضافتها، حتى التوابل اللي بتبقى مختلطه بميكس التوابل بيفرق جدا في الطعم. لكن بحد الطعم اللي يناسب ليك اوكي، لكن ان احنا نمنعه خالص انا مش شايفه ان احنا منعه تماما ده صح، ده مش حاجه صحيه الا لو تحت ظروف مرضيه معينه. عشان ممكن حد يجي يقول لك اصل الدكتور قالت او ان احنا نمنع تماما الملح، لا، الملح فيه صوديوم انا محتاجاه، وفي يود انا برضو محتاجاه. انا اخد الاحتياج اليومي بتاع الشخص البالغ هو 5 جرام. طيب هقول لك حاجه، احنا دايما لما بنيجي نطبخ او ناخد ريسيبي من حد شيف مثلا محترم كده، بيقول لنا مثلا انتوا حطيتوا مكعب مرقه فخلاص ممكن تستغنوا عن الملح. طيب المكعب المرقه ده يعني هل مثلا عندنا معلومه بيبقى فيه ملح قد ايه؟ طب هل فعلا لو هو استخدمناه ما نحطش ملح جنبه؟ هو فعلا مكعب المرقه فيه نسبه املاح او صوديوم عاليه جدا، فبالتالي انت لو تحطي تستغني تماما الملح، هو الملح اللي فيه بيكفي جدا. يعني انت لو جربتي حتى تعمليه، احنا بنتنبه
فما لا يفضل طبعا ان انا احط، لان خدي بالك الملح نوع من انواع الادمان زي السكر. انا بعتبر ان السكر، الملح، الكافيين كلها لو حاجات فضلنا نتناولها بشكل كبير هتبقى نوع من انواع الادمان. فانا السم لما احط الابيض. بالظبط السم الابيض، فاحنا لما بنحط بقى انا الاول ندوق، مش نحط ملح لان هتعود على قدر اكبر من من الطعم. الملح او من بالظبط من الطعم، انا جسمي هتعود على طعم وانا المفروض اقلل من احساسي بالطعم ده. بالعكس انا كل ما اقلل يعني احط مرقه مكعب، لا المفروض احط نص، احط ربع عشان الطعم. اوكي. برضو انا من الناس اللي لا افضل المرقه ليه؟ علشان يعني هل ليها اضرار معينه في مكعب عشان المرق؟ هي مش مصادر صحيه، وانا مش عارفه هي مصادر الصحيه اللي هي معموله منها. احنا بنستغنى عنها ممكن بالتوابل، وبنستغنى عنها بشوربه الفراخ او شوربه اللحمه اللي انا ما عارفه مصدرها. بس احنا ما نقدرش يا دكتور، يعني دي صعبه ودي اساسيه في اي اكله مكعب لا المرق لا ده. لا نجرب كده بقى، ان بدلها بالتوابل هتلاقيها الموضوع. على فكره هو الموضوع كله تعود، احنا تعود في هنحاول طعم يعني، الاكل. بس ما وعدكيش يا دكتور بصراحه يعني. طيب قولي لي ايه الفرق بين ملح الليمون والملح العادي؟ دلوقتي بقينا نسمع انه لا في ملح الليمون. ملح الليمون بيتحط فيه نسبة صوديوم أقل ونسبة ليمون أكتر، فبيديني طعمه أحلى. بس لكن نسبة إن هو نفس اضرار الملح اقل او حاجه ما عشان فيه نسبة بتفرقش. صوديوم أقل. بالظبط اوكي. طب والملح اللي هو السي سولت اللي هو دلوقتي فيه ملح غالي جدا عشان جدا، نسبة غير الملح العادي جدا بتاعنا، المفروض ان السي سولت ده بيكون يعني اضراره اقل المفروض، او ان هو ناتشرال اكتر او كده. عشان هو جاي من مصادر طبيعية أكتر، وفي نفس الوقت هو فيه نسبة يود أعلى شوية فبيفرق برضه. بس أنا دايما بحب يعني نتكلم إن ده ملح اللي فيه صولت أكتر بيبقى فيه نسبة يود أكتر، فالناس بتحبه وتحب تستخدمه أكتر. الصوديوم بتاعه كمان أقل، التاني فيه ليمون أكتر. لكن إحنا لما بنتكلم على ميجور الناس، معظم الناس بيجيبوا الملح من السوبر ماركت بتاعنا العادي خالص. طب اخيرا خليني اعرف من حضرتك، يعني دلوقتي احنا قلنا في بدايه مكالمتنا انه قطع الملح فجاه او ان احنا نقلله فجاه او كده يعني بيسيب اضرار، فممكن تقول لنا ايه ابرز الاضرار دي؟ ان احنا نقطعه فجاه، احنا بنتكلم ان احنا نقلله. نقلله ليه؟ نقلله عشان ليه اضرار على الجسم. ايه الاضرار على الجسم؟ اولها الضغط العالي، استخدام او استهلاك كميه كبيره من الملح بيرفع لا ضغط مش الدم. قصدي ان احنا لما نوقفه فجأة قلنا ان ده بيسيب اضرار للجسم في اول مكالمتنا، فايه الاضرار اللي ممكن يسيبها للجسم لما نوقفه فجأة؟ اولها الطعم، انت هتتضايقي، مش هتبقي مستوعبه فكره ان انت بتاكلي حاجه من غير ملح. دي اول نقطه. اكيد. النقطه الثانيه، لو انت جسمك متعود على كميه ملح او كميه صوديوم تدخل الجسم، ممكن الضغط بتاعك يختلف. دي تانية نقطة، بالتالي كل العمليات الفسيولوجية بتاعت الجسم ممكن تختلف شوية، بس مش هيصيبنا بأضرار جسيمة. تمام؟ مش هيفيش أضرار جسيمة، لكن أنت نفسك طبيعي. وقفي كافيين النهارده، تشربي 4 كوبايات، اشربي كوباية في شهر رمضان لما احنا بنمتنع تماما عن الكافيين، بيحصل بعض اللخبطة. نفس فكرة الملح، احنا في شهر رمضان لما بنقلل استهلاكنا الملح، لأن في وجبتين احنا بناكل اكيد بيختلف شويه، بس مفيش اضرار جسيمه مستحقه ان واحد يخاف. لان اقل كميه ملح للناس اللي بتستهلك ملح زياده، يعني بشوف ناس واطفال وامهات بيحطوا كميه ملح رهيبه مع الماجي او سوري يعني مع مع المرقه. المرأة. تمام، مع المرقه صحيح. ليه؟ عظيم. هي طبعا ليها طعم حلو، ان في عندنا بهارات وانواع بهارات بتغني عن الموضوع ده تماما، وبتدي نفس الفليفر، وبالعكس تبقى حلوه. هنحاول الفراخ نجرب يا ما دكتور، حاجة. يعني انا قلت لك ما وعدتكيش بس هنحاول يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا، ويومك حلو قوي دكتور ريهام عز الدين، اخصائي التغذيه العلاجيه. طيب خلينا نروح لخبر تاني، وهو انه 23 سبتمبر من كل عام هو اليوم العالمي اللي خصصته الامم المتحده للاحتفال بلغات الاشاره، وده لايمانها باهميه وجود يوم نزود فيه الوعي العالمي بالنوع ده من اللغات، واللي لا تختلف عن غيرها من اللغات الصوتيه طبعا. وكان هدفها كمان انه يعني من عمل يوم عالمي زي ده لغه الاشاره هو تقديم الدعم النفسي والمعنوي للصم والبكم. وعشان نعرف طبعا اكتر عن تفاصيل اليوم ده واهميته، معانا على التليفون استاذ شيرين عمرو، او استاذه شيرين عمرو، مترجمه لغه الاشاره. صباح الورد على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. خلينا نعرف في البدايه ايه اللي شدك للغه الاشاره؟ اتعلمتيها امتى وازاي؟ الموضوع جت فكرته كده في دماغك ازاي؟ اول حاجه لغه الاشاره لغه جميله جدا، وانا بحب اقول لكل الصم طبعا في اليوم الجميل ده، كل سنه وكل واحد فيهم كل طيب طبعا وخير طبعا، يا رب. كل سنه كلهم طيبين يا رب. اول حاجه اللي شدني لغه الاشاره، انا طالبه في كليه علوم ذوي الاعاقه والتاهيل،
تمام. فاللي ما يسمعش عن الكلية دي، الكلية دي يعني يعتبر جديدة لسه، متخصصة ان هي في تأهيل وتعليم ذوي الإعاقة، جميل. وبتطلع كوادر ان احنا تقدر ان هي تأهلهم وكده. فالحمد لله انا التحقت طبعا بالكليه دي، فانا ما كانش في دماغي خالص لغه اشاره، وما كنتش اعرف الصراحه عن ذوي الاعاقه حاجه. بس لما بدات ان انا ادخل الكليه كان فيها بصراحه توعيه كبيره جدا عن ذوي الاعاقه وعن الاهميه، فانا اتجهت كده اتجاه بسيط من جانب اخر اول ما دخلتها لغه الاشاره، لان انا كنت اول ما دخلت قابلت طبعا مجموعه من الصم كانوا جوه الكليه عندي، فبصراحه شفتهم بيتكلموا لغه كده انا مش فاهماها، فحبيت ان انا يعني اتعلمها وان انا ادرس لغه زي دي وان انا ابقى حاجه كويسه فيها. فبدات ان انا انزل، رحت خدت كورسات، بدات ان انا اتعلمها في كذا مكان، وبعدين بصراحه لقيت ما فيش نتيجه، يعني في نتيجه من التعليم بتاعي اللي انا بتعلم من الكورسات، بس النتيجه الاكبر جت لما انا نزلت الصم نفسهم، الجامعات الخاصه بيهم، المعاهد الخاصه بيهم، الاماكن تواجدهم هم. فلما رحت لهم بصراحه ومارست معاهم اللغه بشكل عملي، لقيت الموضوع كويس جدا والموضوع جميل جدا، وبدات ان انا يعني أكيد. امتص كل المعلومات عن لغه الاشاره بكل احنا سهولة طبعا لأن يعني بنحييكي على فكرك ده، وبنحييكي على وعيك، وعايزين نعرف اكتر كمان عن مبادرة ابطال الامل لنشر وتعليم لغة الاشارة. المبادرة دي فكرتها جاتلك منين وازاي وامتى برضه؟ هو ان انا لما اتعلمت لغه الاشاره جاتلي فكره مبادره ان انا اساعد بقى اخواتنا من الصم وضعاف السمع، فقلت طب انا اتعلمت لغه اشاره وكان عندي فضول تجاه اللغه دي. الحمد لله اتعلمتها في سن صغير، كنت عندي 20 سنه وانا اتعلمتها وانا عندي 20 سنه، كنت اجدت لغه الاشاره. فيعني الحمد لله قلت ان انا اعمل مبادره ابطال الامل دي، طبعا كان اول دخول للكليه. فمبادره ابطال الامل دي كان حوالي تقريبا حاجة يعني كنت عاملاها من حوالي 3 سنين، تمام، بس لسه مستمرة لغاية دلوقتي. مبادرة أبطال الأمل هي دلوقتي يعتبر معروفة على ناس كتير أوي، الحمد لله عارفة مبادرة أبطال الأمل. المبادرة دي إن احنا ننشر لغة الإشارة ونعلمها للكبار والصغيرين، تمام، عظيم. اللي هم الأطفال والكبار النورمال العاديين، مش اللي هم الصم وضعاف السمع، بحيث إن احنا بس نخلي يعني كلهم يندمجوا مع ويتواصلوا مع الصم وضعاف السمع. عظيم كان جدا. اهم فيها بند طبعا، انا لما فكرت قلت طب انا هعلم الكبار، طب ما نعلم الجيل الناشئ الصغير اللي هو يعني الاطفال الصغيرين، فلقيت ان هي اكتر حاجه ممكن تناسبهم ان احنا نعلمها كلغه في المدارس لغه الاشاره. جميل فبدات جدا، جميل بدات جدا. ان انا اعرض الموضوع على سيره وزير التربيه والتعليم دكتور رضا حجازي، طبعا الحمد لله بفضل الله هو وافق عليها، ويعني ده استجابه طبعا لمبادره ابطال الامل، ودخل البند ده المدارس، وبقت هي بيتم تعليمها كماده الحمد عظيم لله جوه جدا. المدارس. طيب طبعا مبادرة جميلة جدا وبنحييكي برضو عليها جدا، بس احنا عرفنا ان انتي بترجمي القرآن الكريم للغة الإشارة، طيب ازاي؟ لان يعني الموضوع اكيد صعب جدا، مش حاجة سهلة خالص، اذا كان قرايته وسماعه يعني بتحتاجي وقت تفهمي وتفهمي الكلمة معناها ايه والآية معناها ايه، فازاي قادرة تعملي ده او اتعلمتيه فين، او يعني اشرحي لنا كده اكتر. هي من كتر حبي في لغة الإشارة طبعا، هي حضرتك عارفة إن احنا لما ننقل المعلومات الدينية دي للصم وضعاف السمع دي حاجة كبيرة جدا وصوابها كبير عند ربنا عز وجل، فكان من أهم بنود مبادرة أبطال الأمل إن احنا ننقل القرآن مترجم للأطفال والناس الكبار من الصم وضعاف السمع، وكمان الأحاديث النبوية، يعني احنا كمان مش بنفسر قرآن، لا احنا بنفسر كمان أحاديث نبوية. أنا عظيم. بتكلم على ترجمة القرآن بتيجي إزاي، طبعا احنا مش بنترجم القرآن حرفي، يعني احنا مثلا مش كل، يعني انت حضرتك عارفه ان في كلمات في القران صعب ان هي تترجم ترجمه طبعا حرفيه او تترجم طبعا. زي ما هي، عشان هي معناها صعب او هي الكلمه نفسها صعبه، لازم ليها نعرف معناها. فاحنا بنترجم معنى وتفسير القران الكريم، ما بنترجمش القران الكريم، يعني احنا بنوصل بس الايه دي للصم معناها الفلاني او ايه معناها مثلا، ايه. بس مش ترجمة حرفية لانه اكيد هتبقى صعبة جدا طبعا. اكيد. فبس احنا بنفهم القران الكريم كله بيقول ايه، عشان بس نفهمه على الاقل دين، سواء كان دين اسلام او دين جميل. مسيحي، فاحنا بنترجم كل حاجه الحمد لله. عظيم جدا، انا بحييكي وبشكرك شكرا جزيلا، وانتي نموذج طبعا يدعو للفخر. بشكرك استاذة شيرين عمرو مترجمة لغة الإشارة. طيب خلينا ننهي الانترو بتاعنا النهارده بخدمات صباح الورد، ونروح نشوف اسعار السلع الرئيسيه والذهب والعملات، ونرجع مره تانيه.
اهلا بحضراتكم مره تانية وفقرتنا الاولى اللي منورنا فيها فنانه. طيب، مصممه اكسسوارات جميله جدا، عامله حاجات جميله جدا، استاذه ضحى احمد. هنتكلم معاها عن ازاي ممكن اختار والبس اكسسوارات اللي تكون لايقه عليا وعلى لبسي. هنتكلم كمان معاها عن تصميماتها المميزه جدا، ازاي بتقدر تجيب افكار جديده مناسبه لكل الاذواق والاعمار. كل ده واكتر هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا دلوقتي، مصممه الاكسسوارات ضحى احمد. اهلا بيكي. هاي ياسمين، عاملة ايه؟ اهلا بيكي، منورانا. ميرسي. طيب ضحى، خليني في البداية اسألك كده، ايه اللي خلاكي تتجهي لتصميم الاكسسوارات تحديدا؟ هل دراستك كان ليها علاقة، ولا يعني دي مجرد هواية بقى وقلبت بيزنس؟ هي كانت هواية، هي دراستي ملهاش علاقة بالموضوع، انا بدرس اثار اصلا. فاما اتخرجت كان عندي اصلا من زمان هوايه ان انا بحب الهاند ميد اكسسوارز وكده، فيعني فكرت وانا بتفرج على البيجز اللي بتعمل الاكسسوارز ان انا اعمل زيهم واعرف هما بيجيبوا الماتيريال ازاي واعمل ديزاين يكون مميز عنهم يعني. ففكرت ان انا اعمل بيج اونلاين واعرض عليها الشغل بتاعي. طب قولي لي اتعلمتي ازاي؟ يعني هل مثلا شفتي فيديوز على يوتيوب؟ بالزبط. هل سالتي ناس؟ اتعلمت زي. لا، كل اللي انا اتعلمت منه فيديوز اونلاين على الانستجرام والتيك توك وكل السوشيال ميديا، وفضلت ان انا احاول اطبقها لحد ما بقيت كل مره ببقى احسن من المره اللي قبلها واظبط الاكسسوارز اكتر فبقى شكلها احسن. طب بصي، دايما لما تيجي تبتدي اي مشروع بيبقى الواحد خايف جدا وقلقان ان هو يخليه مشروع، يعني مش ان هو بس هوايه وبيهزر كده مع صحابه وقرايبي وكده. فقولي لي يعني مين اللي شجعك ان انت تاخدي الفيرست ستيب وان انت تخليه مشروع؟ بدأتي ازاي؟ احكي لي كده، جت واحده واحده ازاي؟ يعني انا بدأت الموضوع كده كتجربه، اعمل اشكال عجباني على ذوقي. حكيت لمامتي وبابايا وهم برضو شجعوني وقالوا لي عادي، حاجه كويسه. يعني جربت كذا نيكلس مثلا او ست بتاعت بريسلت وكده، وصحابي برضو لما شافوها كانت بتعجبهم والناس كانت بتديني كومنتس ايجابيه، فخلوني اطور من الموضوع وان انا بقى يعني ادوس فيه واعمله مشروع واعمل بيج واصرف عليها وكده. طب اول اوردر اكيد لن تنسي هذا الموقف. اول اوردر حرفيا جه من غير اي اعلان ولا اي حاجه، هو انا كنت بنزل بوست على الانستجرام. فكان في حد طلعت كمان ساكنه جنبي طلبت اول اوردر، فاللي هو يعني فرحت جدا، فكان اللي هو انجاز، انا عملت حاجه مش طبيعيه، اللي هو انا خلاص فعلا بقيت مشروع وبيطلب اونلاين كمان، مش بس مثلا على مستوى صحابي او جيران وكده، حد ما تعرفيهوش. بالظبط. وكان الكومنت بتاعها ان هو عجبها جدا وانبسطت بيه. فكان كل ما حد بيديني كومنت ايجابي فكنت بعمل اكتر وشجعي اكتر. بالظبط. طب قولي لي، يعني هل انت اللي بتقعدي تعملي كل حاجه هاند ميد واحده واحده، ولا دلوقتي مثلا بقى معاكي حد بيساعدك، ورشه؟ او دلوقتي هي مش ورشه بمعنى ورشه، بس في ناس فعلا بتساعدني. في ناس من صحابي وماما، هو الموضوع كده فريندلي، لسه مش عندي حد بيشتغل معايا. فعلى حسب بقى كميه ضغط الشغل وكل يعني لما بكون محتاج حد بيساعدني، لكن لو مثلا يعني ما عنديش اوردرات كتير الموضوع بقدر اعمله انا عادي. حد بيساعدك من البيت، من صحابك كده؟ لسه مش اسيستنت، مش حد بيشتغل معايا. لا. طب في الحاله دي انت اللي بتعملي الديزاين وهم بينفذوا على اساسه، ولا؟ بالظبط، بعمل مثلا قطعه واقول لهم انا عايزه اعمل ده واديهم الماتيريال اللي هيستخدموها ويعملوا ايه في كل حته، فبيعملوا عادي. لو في حاجه مثلا صعبه انا اللي بعملها، ما بخلي لهمش ان هم يعملوا حاجه مثلا مش هيعرفوا يعملوها. اكيد طبعا. بس فالحاجه والافكار بتيجي ازاي، انا مثلا بنزل اشوف ماتيريال بيعجبني شكلها فبقعد احطها مثلا مع نفسي كده جنب حاجه، الاقي مثلا ممكن نعمل كده، ممكن احط دي هنا، واقعد اجرب وافك واعمل لغايه لما يطلع الشكل يعجبني. بتبتكري يعني انت بتقعدي تفكري. طيب بصي، انا لفت نظري كلمه كده قلتيها في الاول، انه اول اوردر جالي من غير تسويق ولا اي حاجه. طبعا موضوع التسويق ده اهم حاجه في المشروع طبعا، وبتبقى حاجه صعبه على حد مبتدئ كده، مشروع صغير او مشروع متوسط، انه هيسوق له ازاي، هيعمل ايه. عملتي بقى دعايه لنفسك ازاي؟ فضلت ادور على السوشيال ميديا برضو ازاي اعمل اد على الفيسبوك او مثلا انستجرام. اد اللي هو بمعنى اعلان. بالظبط. فعرفت مثلا بيتعمل ازاي، برضو كان الموضوع صعب شويه، لازم مثلا اعمل فيزا اونلاين وحاجات كتير، وان انا مثلا اعمل اعلان مثلا مع ناس معينه ومن سن معين وفي مناطق معينه، لازم اعرف التارجت بتاعي، الانسايتس يعني كلها والتارجت اودينس بتاعك.
او كل ده اتعلمته برده لوحدي من فيديوز على اليوتيوب عادي لحد ما ظبطته وبقى بيجي لي ناس كتير. ودلوقتي يعني كل ما البيج بتتعرف ويتعمل لها فولورز كتير الاوردرات بتزيد وكده. طب احنا عندنا دايما كبنات كده مشكله انه ايه اللي طلع موضه الجديد بالزبط. ازاي بتخلي دايما حاجتك تفضل تراندي ما تروحش عليها؟ بتعلمي بقى الموضه الجديده ازاي في الاكسسوارز؟ بشوف مثلا اللبس اللي نازل الالوان اللي طالعه ترند. مثلا الصيف ده كان الفوشيا والبينك والازرق والالوان اللي هي الفسفوري والحاجات دي، فحتى حبيت اعمل النيكلس اللي هناك ده بنفس الالوان، والاورنج برده كان طالع برده ترند. فبحاول اختار الالوان تكون لايقه على الالوان اللي طالعه. بس يعني تشوفي الالوان اللي طالعه موضه دلوقتي. طب انا اعتقد ان الكولكشن اللي انا شايفاه قدامي ده معظمه صيفي مش كده؟ بالظبط. طيب في الخريف اللي احنا داخلين عليه او في الشتاء ناويه تعملي ايه؟ بعمل اكسسوارز مثلا يكون الوانها غامقه زي البني الزيتي الاسود، وبرده في كل سيزون مثلا زي فتره الكريسماس بقعد اعمل الوان زي الابيض والاخضر والاحمر، والدلايات مثلا تكون فيها بابا نويل او شجره الكريسماس. في رمضان مثلا بعمل اكسسوارز يكون فيها نجوم وهلال وحاجات مثلا فيها نحاس وحاجات زي دي، إلهي كبيرة يعني. عربي شوية مثلا بالضبط كده. بس فكل وقت بقعد يعني ابتكر حاجات. انت بتواكبي يعني كل مناسبة يعني بالضبط كده. طيب يعني اشرحي لي كده مثلا عقد من دول ممكن ياخد منك وقت قد ايه؟ يعني احنا بالنسبه لنا متخيلينها مثلا ممكن تكون سهله قعدتي تعمليها في نص ساعه ولا حاجه، بس هو في حاجات تاخد ساعه وحاجات تاخد تلت ساعه. تلت ساعه؟ في ايه اللي ممكن ياخد تلت ساعه لو بقى؟ هو مثلا جولد بس سلاسل بشبكها بحط الدلايه ما بياخدش مني وقت خالص. ان هي سلسله فاضيه مش هتقعدي تحطي. يا دوبك بحط دلايات اعمل قفل اعمل سلسله التطويل بسيطه. لكن مثلا زي الازرق ده اللي هو بيبقى فيه احجار كتير وفواصل كتير وحاجات كتير، ده بياخد مني وقت كتير جدا. قد ايه مثلا؟ ساعه هو ده ماكسيمم بوصله. ده الوقت الطويل جدا. ده انا متخيله ممكن اقعد فيه 3 ايام. لا لا الموضوع مش بيبقى بالوقت ده، هو بيبقى لذيذ جدا بسرعه بيخلص بسرعه، وخصوصا لما تكوني بتعملي كتير بيبقى ايدك بتاخد عن الموضوع مش كده؟ بالظبط. طب ايه التشالنجز اللي انت واجهتيها اول ما ابتديتي المشروع؟ يعني يعني دايما في بدايه اي مشروع بيبقى فيه صعوبات. بالظبط. طبيعي جدا. فايه الصعوبات اللي انت واجهتيها في الاول؟ ومثلا هل مثلا حد احبطك مثلا قال لك لا مش هيسيبك مثلا؟ بصراحه ما حدش احبطني خالص بجد. حتى الناس اللي كانت بتاخد مني اكسسوارز كانت دايما الكومنتس بتاعتها ايجابيه جدا، وده والله يعني كان بيبسطني جدا. حتى كان في ناس تخش تدي كومنتس كده من غير ما تشتري، الله ذوقكم حلو قوي، الحاجه بتاعتكم مميزه جدا، الحاجات دي كانت بتبسطني جدا. أكيد. احسن من اي حد يعمل اوردر اصلا. بالنسبه للصعوبات كنت في ناس كتير بتعمل شغل الاكسسوارز، فكنت بحاول ان انا اعمل حاجه تكون مميزه مختلفه. بالظبط. فده كان صعب شويه لان هو كتير بيعملوا اكسسوارز اونلاين، فكنت بحاول ان انا اخد الافكار من دماغي ما قلتش حد عشان ما يبقاش الشغل يعني هو واحد عند كل الناس. بالظبط. فانا بحس ان انا شغلي يعني الى حد ما مختلف عن بيجز تانية كتير، فده اللي كنت بحاول ان انا اعمله. اوكي. طب ودايما بتعرفي تاخدي افكار جديده منين؟ بتستوحي افكارك منين؟ يعني طبيعي ان انت مثلا بتواكبي المناسبات والكريسماس ورمضان وكده، بس يعني بتقعدي بقى تفكري كده في موديلز جديده ازاي؟ الموضوع اللي كان الاول صعب بقعد اتفرج على صور اونلاين مثلا واحاول انا اعمل بالموجود عندي حاجه شبهها، بعد كده هو خلاص بقى في دماغي يعني انا بحط الماتيريال قدامي انا هعمل كذا، هو بس يعني بقى كله من دماغي ما بقاش في حاجة بقلدها خالص. اوكي. طب وانتي انا شايفة ان انتي مستخدمة احجار كتير مش كده؟ فقوليلي تعرفي انواعها ايه؟ بتهتمي في ناس مثلا تقولك الحجر ده بيدي طاقة مش عارفة، هل انتي بتؤمني بده ولا لا؟ هو في احجار بتدي يعني هو في ناس بتقول في احجار بتدي طاقه، بس انا مش بعتمد كده في الاكسسوارز بتاعتي، انا بنقي الالوان والحاجه اللي هي بالشكل واللون يعني. وتكون حاجه قيمه ما تكونش بتغير اللون ما بتكونش بتصدي اي حاجه. طب بمناسبه تغيير اللون والصدى وكده، هل في حاجه مثلا مطليه ذهب؟ ايوه كل حاجه، كل الفواصل دي بتبقى حجر هيماتايت مطلي ذهب، والسلاسل كلها مطليه ذهب. ما بحبش اشتغل حاجه تغير لون لان هو احجار اصلا، لو حطيت حاجه بتغير لون انا بوظت النيكلس كله او البيزل. لانه خلاص يعني وانس انه صدع مش هيبقى حلو ابدا، فانا بحاول اشتغل في ماتيريال كويسه تخلي الحاجه
تتلبس اطول فتره ممكنه. طب قولي لي، هل لما بتبقى حاجه مطليه ذهب طبعا سعرها بيبقى اغلى من لو هي حاجه مثلا بلاستيك او هو انا ما بشتغلش في اي حاجه بلاستيك، هي كل دي احجار. انا مش حابه اشتغل في حاجه تكون مثلا ماتيريال ضعيفه او بتغير لون، يعني كلها احجار وحاجات مطليه ذهب. طب في مشكله دايما بتواجه ناس دلوقتي حاليا، ان احنا حابين نتجه لللوكال براندز والبراندز المحليه الميد ان ايجيبت، يعني مصنوعه في بلدنا. فالناس دلوقتي بتقولك يعني احنا دلوقتي بنتجه لللوكال بس اسعاره بقت اغلى من الحاجات المستورده او البراندز اللي جاي من بره او ايا كان. فهل انت بتراعي ده في الاكسسوارز بتاعتك؟ هل تغليش اسعارك قوي؟ يعني قولي رينج اسعارك بيكون ايه؟ ايوه انا بحاول ان الاسعار ما تكونش غاليه جدا، وفعلا في حاجات مثلا الكريستال كحجر بيبقى سعره اقل من العقيق والمرجان والحاجات دي. ففي حاجات بتبقى احجار وما بتغيرش لون وفي نفس الوقت مش غاليه، يعني رينج الاسعار بيبقى عندي الست المجموعه مثلا بتبقى فرنج 200، وعلى حسب بقى كميه الاحجار مثلا تبقى 300 كده يعني. طب احنا دلوقتي بنشوف معارض كتيره قوي بتخص الدوله بتدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه طبعا، زي تراثنا وديارنا وحاجات كتيره قوي. شاركتي في معرض من دول او نزلتي بازارات مثلا؟ لا لسه ما عملتش الستيب دي، بس نزلت قبل كده ايفنت في مدارس في فتره الكريسماس وفتره رمضان والحاجات دي بيعملوا دايما ايفنت، فكنت بنزل حاجات زي دي، لكن يعني بازارات لسه ما خدتش الخطوه دي. طب اخيرا قولي لي، هل يعني بيجي لك حد مثلا يقول لك انا مش عارفه ايه اللي يليق عليا فتنصحيه تقولها دي مثلا تبقى حلوه عليكي؟ هل درجه اللون بتفرق؟ يعني لو انا سمره شويه البس ايه، لو انا بيضه شويه البس ايه كده؟ بالظبط، ناس كتير بتيجي بتبقى عايزه اصلا حاجه كاستمايزد انا بعملها لها، وناس بتبعت لي صور دريس تقول لي اعملي لي حاجه لي على الدريس ده عشان عندي مناسبه معينه. الحاجات دي بتبسطني قوي ان انا اعملها حاجه على ذوقي هي تبقى واثقه فيها ستايلت يعني انت. بالظبط كده. مثلا انا محجبه فعايزه حاجه طويله، انا مش محجبه عايزه حاجه تبقى عند الرقبه هنا. فكل الحاجات دي بحب اعملها وبعملها زي ما هم بيبقوا طالبين وبتعجبهم جدا كمان. طب ولو حد طالب حاجه انت شايفه انها مش لايقه عليه بتقولي له ولا؟ وهما بيثقوا الحمد لله فيا، يعني هما بيشوفوا الشغل بيقول لي انا واثقه بذوقك خلاص تمام بلاش دي كده. يعني انت مش بس بتصممي وخلاص، لا انت بتحبي تنصحي يعني بتستايل الحاجه يعني. بالظبط، وفي ناس تطلب حاجه ممكن تكون مش لايقه على بعضها خالص، وانا ممكن اعملها لها زي ما هي عايزه، بس لو بعتها هي مش تعجبها فبقول الكومنت من قبلها، وساعات بصور لها بصي شكلها عامل ازاي، لا خلاص شيليها. بالظبط كده. بتنصحي الناس. طب قولي لي يعني حابه توصلي لايه؟ حابه يعني تعملي ايه الفتره اللي جايه؟ ايه اللي ممكن نشوفه كده معاكي؟ يعني البلان بتاعتي ان انا ممكن ابدا يعني اجيب انا الماتيريال من بره عشان يبقى شغلي برده مميز اكتر، ما يبقاش موجود عند الناس كلها. ويعني ابدا اعمل ستورز، بس ده محتاج وقت طبعا، بس عايزه يبقى عندي براند يعني مخصوص للاكسسوارز بتاعتك، يبقى عندك محلك بقى يعني بتاعك. ان شاء الله بتمنى لك ده وبتمنى لك النجاح في كل اللي جاي. بشكرك، نورتيني جدا. استاذه دحى احمد، مصممه الاكسسوارات وكمان ستايلست اكسسوارات. ميرسي ليكي، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى، فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فقراتنا، استنونا. اهلا بحضراتكم، فقرتنا التانية والأخيرة واللي هنتكلم معاها او نتكلم فيها عن مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي اللي هتتلعب بكرة ان شاء الله، وهتكون هنا على أرضنا في القاهرة. وهنتكلم كمان عن ملخص مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري واستعدادات الفرق لدخول الجولة التانية. تفاصيل ومعلومات كتير هنعرفها من ضيفنا اللي منورنا، الناقد الرياضي دكتور عثمان إبراهيم. صباح الورد على حضرتك. طبعا صباح الورد عليكي وكل مشاهدي القناة التانية. طبعا انتهت يوم الخميس الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري. عايزين نتكلم شوية عن المباريات اللي تمت خلال الجولة الأولى، ونتكلم أكتر عن استعدادات الجولة الثانية. جميل. طبعا يعني الدوري المصري بدأ بشكل قوي جدا جدا السنة دي، النسخة رقم 65 في تاريخ الدوري المصري الممتاز، أكيد فيه العديد من الأرقام القياسية في الماضي، لكن خلاص خلينا نتكلم بلغة الحاضر. أعتقد الناس كلها لمسة وشايفة النقل التلفزيوني بشكل متطور جدا عن المواسم اللي فاتت، شكل صورة حلو جدا جدا. أعتقد ده بيساهم بشكل كبير في رفع قيمة الدوري المصري، بالإضافة كمان لتسهيل القرارات الخاصة
بالحكام تحديدا مع استخدام تقنيه الفيديو خلال المباراه قرارات اسهل بالنسبه لهم خلال هذه الفتره. فاكيد الكل مستمتع بالبدايه القويه للدوري سواء على الصعيد نقل تلفزيوني وكمان في ارض الملعب. الفرق كلها كانت في الميعاد والجوله الاولى كان فيها ظواهر كتيره مهمه جدا جدا، كان ابرزها ان كل الماتشات دخل فيها اهداف، مفيش ولا ماتش انتهى بالنتيجه اللي بيسموها النتيجه القبيحه في كره القدم او اسوء نتيجه في كره القدم اللي هي التعادل السلبي، ان الفريقين يخرجوا 0-0. لكن الحمد لله الجوله الاولى كل الملاعب 9 مباريات كل الماتشات فيها اهداف بشكل كبير جدا جدا. يعني قبل ما نتكلم عن اهل القمه الاهلي وبيراميدز والزمالك وباقي الفرق، في ظاهره تانية برضو مهمه جدا جدا وهي الفرق الصاعده. يعني احنا متعودين الفريق اللي جاي من الدرجه التانية بيكون نوعا ما اقل شويه من فرق الممتاز، لكن التلات فرق فاجئونا في الجوله الاولى بمستوى اكتر من رائع، ولا فريق من الصاعدين خسر. يعني عظيم. عندنا فريق زد كان بيلعب الاسماعيلي، الاسماعيلي فريق طبعا فريق عنده خبرات كبيره جدا جدا وجايب كابتن ايهاب جلال، فطبعا طموحات كبيره، والاسماعيلي مش عاوز يكرر سيناريو المواسم الاخيره اللي هو يبدا بشكل مش كويس وفي الاخر يصارع الهبوط وفي الاخر ينجو بشكل صعب يعني. ولكن زد فاجئنا يعني بخلاف ان هو فاز 1-0 عمل مستوى رائع جدا جدا وكان يستحق الفوز في هذه المباراه، والاسماعيلي جات له فرصه من ركله جزاء ولكن تالق على لطفي المنتقل الى زد من النادي الاهلي والتصدى لهذه الركله. فاكيد زد 3 نقاط في بدايه المشوار وعلى حساب الاسماعيلي مهمين جدا جدا. نفس الكلام نادي بدايه المحله مدربه احمد عبد الرؤوف عامله مفاجاه من العيار الثقيل، يمكن الناس اللي متابعه الدرجه الثانيه السنه اللي فاتت شايفين البلديه ومدربهم عاملين مستوى رائع جدا. لما يجي اول مباراه قدام المقاولين العرب في استاد المقاولين ويفوز 2-0 نتيجه تعتبر كبيره جدا جدا على فريق عنده خبرات تقيله، مدربه كابتن شوقي غريب عنده خبرات كبيره جدا جدا، ولكن يبدو انه مش بس انذار جرس انذار من البلديه للفرق الاخرى، ولكنه يبدو ان احنا على موعد مع مولد مدرب جديد، مشروع مدرب لكره القدم المصريه خلال الفتره الجايه هيكون قوي جدا جدا. يبقى البلديه فاز وزد فاز، نروح للجونه كان بيلعب سموحه في اسكندريه وسموحه تقدم بهدف وجات له ركله جزاء وضاعت، وفي اخر الوقت بدل الضائع قدر فريق الجونه هو يتعادل 1-1 عشان يبقى ثالث فريق يصعد من الدرجه الثانيه الى الممتاز وبرده يتجنب الخساره. الحاجه الجميله كمان الداخليه السنه اللي فاتت نجا باعجوبه وفضل في الدوري في اخر حرفيا في اخر ثانيه السنه اللي فاتت عشان يهبط مكانه طبعا اسوان والمحله، وهو زي ما بيقولوا كده عدى من خرم الباب وفضل في الدوري. اول مباراه ليه مع انبي، وانبي السنه اللي فاتت كان مركز سادس وعامل موسم رائع جدا جدا بلاعيبه صاعدين متصاعدين من قطاع الناشئين في نادي انبي، ويفوز نادي الداخليه 1-0 برضه نتيجه مهمه جدا جدا. فالفرق الثلاثه اللي صعدوا من الدرجه الثانيه وفريق كان بينجو من هبوط السنه اللي فاتت بادئين ب3 انتصارات وتعادل، فيبدو ان احنا على موعد مع موسم مختلف تماما وكل الماتشات فيها يعني نقدر نقول ان مستويات الفرق بشكل عام كانت جيده جدا. ده حقيقي الماتشات كلها كانت صعبه، يمكن بعيدا عن ماتش الاهلي والمصري بقيه المباريات كانت المستويات متقاربه جدا جدا، سواء ال7 ماتشات اللي خلصوا بالفوز او المباراتين اللي خلصوا بالتعادل. طيب خلينا نتكلم عن الاهلي باستفاضه، وانا جاهزه جدا للاهلي، فعايزين نطمن اكتر عن مباراه بكره الاهلي وسان جورج الاثيوبي بكره ان شاء الله الحد هنا في القاهره على ارضنا، متوقع ايه للماتش ده؟ جميل. النادي الاهلي طبعا لعب ماتشين في الموسم الجديد، بدا مع اتحاد العاصمه الجزائري مباراه كاس السوبر وخسرها بهدف دون مقابل، ومباراه طبعا كانت تقام في المملكه العربيه السعوديه. طبعا الهزيمه دي خلت فيه حاله من الشك عند الجمهور الاهلي، ولكن الرد جه بسرعه جدا من لعيبه النادي الاهلي في الدوري في الجوله الاولى، مباراه صعبه جدا امام نادي المصري البورسعيدي، لكن فاز لعيبه الاهلي او النادي الاهلي بنتيجه 4-0، هي اكبر نتيجه في الجوله الاولى عشان تعيد الاطمئنان والثقه مره ثانيه لجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا كان المفروض هيلعب سان جورج الاثيوبي الاسبوع اللي فات يوم الجمعه او السبت اللي فاتوا، ولكن تاجل اللقاء بسبب خوض مباراه السوبر. الميزه اللي عملها اداره النادي الاهلي انها تواصلت مع سان جورج الاثيوبي وهيلعبوا المباراتين في القاهره، يعني مباراه بكره دي تعتبر صاحب الارض فيها الفريق الاثيوبي. مباراه يوم الجمعه ان شاء الله اللي جايه هتكون مباراه الاياب، هيكون صاحب الارض فيها هو النادي الاهلي. في اجابات كتيره جدا جدا، فكره ان انت بدل ما تلعب في اثيوبيا وطبعا او بلد ثانيه، لان في الناس بتقول هم اللي بيلعبوا ليه في القاهره. الكاف بقاله سنتين اهو عامل معايير معينه للملاعب بتاع كل نادي، كل نادي بيبعت للكاف يقول له انا الملعب بتاعي 1 اساسي 2 احتياطي، لو تم اعتماد هذا الملعب الفريق بيلعب على ارضه بشكل عادي، ولكن سان جورج الاثيوبي ملعبه في اثيوبيا غير معتمد من الكاف، وبالتالي يا اما يختار ملعب تاني جوه اثيوبيا او ملعب تاني في دوله تانيه،
او الخيار الثالث اللي بيحصل لو بيحصل اتفاق بين الفرقتين يؤدوا المباراتين ذهاب واياب في نفس بلد لاحد الفريقين، وده اللي حصل من النادي الاهلي. فاكيد اداره الاهلي نجحت في الموضوع ده، فوفرت على لاعبتها السفر ومشقه السفر والتعب، وبالتالي المباراتين في القاهره. فماتش بكره بحضور 30,000 متفرج ان شاء الله، ولكنها مباراه سان جورج الاثيوبي. طبعا اقامه المباراه في القاهره هتسهل ان شاء الله الامور كتير على النادي الاهلي، ولكن الاهلي عنده بعض الغيابات المؤثره بشكل كبير جدا. نعرف ايه ابرز الغيابات، ونعرف كمان التشكيل المتوقع بكره ان شاء الله. جميل. يمكن ابرز الغيابات طبعا اللاعيبه لسه مصابه لم تتعافى حتى هذه اللحظه، عندنا كريم نيدفيد، عندنا عمرو السوليه، محمود متولي، يمكن لعيبه منهم اثنين في خط الوسط اللي هم نيدفيد كريم وليد وعمرو السوليه ومحمود متولي في خط الدفاع. يمكن اضاف عليهم بيرسي تاو تالق في الماتش المصري وفاز وسجل هدفين في الفوز بربعيه للنادي الاهلي، عمل مباراه كبيره وخد رجل المباراه ومرشح يكون يمكن افضل لاعب في الجوله الاولى. بيرسي تاو عنده كدمه شديده وخد خبطه كده قويه، كان حصل ارتطام بينه وبين حارس المصري في الماتش اللي فات، فالكدمه القويه في العضله الاماميه ربما كولر بيفكر ان هو يريحه ما يغامرش بيه ويبدا يجهزه لمباراه العوده يوم الجمعه الجايه، بما ان في بدلاء كتير متاحين داخل النادي الاهلي. يمكن دول الاربع اصابات اللي غالبا هيغيبوا عن الفريق الاهلي في هذه المباراه. في اثنين كمان مش هيقدروا يشاركوا، انتوني مودست اللي هو المهاجم الفرنسي الجديد للنادي الاهلي، ورضا سليم. رضا سليم كان جاي من جيش الملك المغربي، اخر مباراه لعبها في افريقيا السنه اللي فاتت كان الجيش الملك المغربي مع اتحاد العاصمه على فكره الجزائري، كانت مباراه الذهاب في دور الثمانيه في الكونفدراليه، وتلقى بطاقه حمراء مباشره، يعني اتطرد بشكل مباشر من غير انذارين، فكان عاخد عقوبه ايقاف ماتشين، ادى منها مباراه واحده اللي هي كانت مباراه العوده بين الفرقتين. وطبعا انتقل لنادي الاهلي، واللاعب لما ينتقل بتنتقل مع العقوبه، فرضا سليم فاضل له مباراه واحده في الايقاف، فهيغيب برضو عن مباراه بكره ان شاء الله. فرضا سليم ومودست مع الاربعه مصابين مش موجودين، ست غيابات. ولكن برضو النادي الاهلي ما شاء الله عنده كتيبه محترمه جدا جدا، زي ما في غيابات في لعيبه هيستعيدها. يعني في ماتش المصري افتقد حسين الشحات وكهربا للايقاف، الاثنين متاحين في ماتش بكره، فبنسبه كبيره هنشوف حسين الشحات هيكون موجود في التشكيل بمناسبه التشكيل المتوقع، بنسبه كبيره هيكون كهربا او صلاح محسن في خط الهجوم او المهاجم الرئيسي لفريق النادي الاهلي. الجناح الثاني في ثلاث اختيارات، في طاهر محمد طاهر، في محمد كريستو اللي هو اللاعب التونسي، في احمد عبد القادر، فربما برضو في اختيارات كثيره على الصعيد الهجومي. خط الوسط اعتقد ان حاليا لا غنى عن مروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور، الثلاثه ماشيين بشكل كويس، واعتقد النادي الاهلي هيكمل بيهم، ومعهم كمان احمد نبيل كوكا طبعا واحد من المتصاعدين في ناشئين النادي الاهلي، بقاله سنتين ثلاثه مع الفريق الاول، برضو موجود كلاعب رابع قد يقود احتياطي لثلاثي وسط الملعب. في خط الدفاع ما فيش خلاف على علي معلول في الشمال ومحمد هاني يمين، وفي قلب الدفاع محمد عبد المنعم، ربما يكون مع ياسر ابراهيم او طبعا رامي ربيعه زي ما شفنا في اول لقائين هيبان ساعتها، ومحمد الشناوي حارس المرمى لا خلاف عليه. طبعا في بعض المفاتيح الثانيه زي اكرم توفيق، الناس مستنيه تشوفه بعد طبعا اصابه الرباط الصليبي وغيابه من اول السنه يمكن عن النادي الاهلي فتره طويله جدا جدا، ان شاء الله يرجع بالسلامه، ربما يكون موجود حتى لو على مقاعد البدلاء. كريم فؤاد اللي نزل الماتش اللي فات كان لسه راجع من الرباط الصليبي من 8 شهور اول مباراه ونزل وسجل هدف، برده اوبشن كويس او خيار كويس لمارسيل كولر، ربما يدفع بيه في الظهير الايمن او في مركزه اللي هو مؤمن بيه حاليا بيدفع بيه فيه اللي هو الجناح اليمين مكان بيرسي تاو. فاعتقد الخيارات متعدده رغم الغيابات السته، ولكن الاهلي عنده خيارات اخرى ان شاء الله، يعني ان شاء الله ترجح كفته. مباراه مهمه النادي الاهلي طبعا بكره الحد، مباراه الذهاب هو محتاج يفوز فيها او يحقق نتيجه ايجابيه، لان ماتش العوده هيكون في نفس الملعب يوم الجمعه الجايه، هيكون مباراه النادي الاهلي، عشان ان شاء الله يعني نتمنى الاهلي يحقق نتيجه افضل من اللي حققها طبعا اقرانه الزمالك وبيراميدز وفيوتشر. يمكن الزمالك خسر بره ملعبه 2-0، فيوتشر خسر 1-0 في الكونفدراليه، اما بيراميدز مع الجيش الرواندي تعادل بدون اهداف، فالتلات فرق نتائجهم يمكن بيراميدز طبعا معقوله شويه، لكن فيوتشر والزمالك النتيجه كانت خساره، لكن ان شاء الله الثلاثه مع النادي الاهلي قادرين ان شاء الله نحتفل بيهم في الاسبوع الجاي ويوصلوا لدور المجموعات سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه الافريقيه ان شاء الله. طيب تكمله لكلامنا عن النادي الاهلي والغيابات والمستوى، هل تتوقع ايه يعني لامام عاشور بكره، يعني مستواه ممكن يكون عامل ازاي؟ لان احنا كنا بنقول ان هو ممكن يكون لسه محتاج فتره عشان يتعود على الفرقه اكتر، فهل شايف ان بكره هيكون في تحسن ولا لسه شويه؟ تمام. حلو الكلام عن امام عاشور ورضا سليم، اكيد الناس كلها مستنيه الصفقات الجديده في نادي الاهلي، والثلاث صفقات امام عاشور ورضا سليم وانتوني مودست. يمكن لسه مودست ما قدمش ورق اعتماده زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، لكن رضا سليم سجل هدف في الماتش اللي فات، امام عاشور صنع هدفين في مباراه النادي المصري.
يمكن امام عاشور تحديدا بعد ماتش اتحاد العاصمه كان في بعض الانتقادات الشديده ليه او لمستواه، والناس حتى كلها قالت ده اول مباراه رسميه ليه من 4 شهور. امام عاشور كان عنده اصابه قويه جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت، تعافى من الاصابه، لحق اخر كام يوم في معسكر الاعداد للنادي الاهلي، ويمكن هقول كلمه هو وسجلوها عليا من دلوقتي، امام عاشور مستوى الحالي ده وهو صنع هدفين لم يصل الى 4 من 10 مستواه، لسه عنده كتير جدا 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 يقدم. وده هيبان خلال الفتره اللي جايه. توقع ان ممكن يكون في تحسن مستمر مع استمرار المباريات وكمان الانسجام مع باقي عناصر فريق النادي الاهلي. لا، امام عاشور ممكن يوصل لمنطقه تانية خالص، افضل بكتير كمان من اللي هو بيقدمه دلوقتي، رغم ان هو الماتش اللي فات قدام المصري عمل مباراه كبيره، صنع هدفين، وغير الهدفين عمل تمريرات تانية كانت بيسموها تمريره مفتاحيه، اللي كانت بتفتح اللعب او بتعمل فرص لزمايله في الفريق. هو ما سجلش ولكنه صنع هدفين من 4. وعلى فكره لولا ان بيرسي تاو سجل هدفين كان امام عاشور هو هيكون رجل هذه المباراه. ولكن بغض النظر عن كل ده، التوقع الشخصي امام عاشور بكره هيكون ليه دور مهم في مباراه سان جورج، ومش بكره بس، اعتقد على مدار الموسم. واعتقد هيبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي واضافه كبيره جدا جدا لمنتخب مصر الفتره الجايه، لان احنا شهر 11 اللي جاي ان شاء الله عندنا بدايه اصفاق كاس العالم، ومهم يكون كل عناصر المنتخب جاهزه وعندنا فرقتين مش فرقه واحده للمعتركات اللي جايه ان شاء الله. اكيد. طيب متوقع نتيجة كم قبل ما ندخل في موضوع تاني؟ لا ان شاء الله بكره النادي الاهلي يفوز في هذا اللقاء في ماتش سان جورج، ان شاء الله الاهلي يفوز بنتيجه مريحه وتبقى كده استعراض قوي من النادي الاهلي وجرس انذار لكل منافسيه. النادي الاهلي عنده 11 لقب في دوري ابطال افريقيا، هيبدا بكره مشواره للدفاع عن لقبه والبحث عن اللقب 12. إن شاء الله. عارفين ان الجمهور الاهلي دايما بيبقى عنده حاله من الطمع، بيخلص بطوله حقيقي. بيفكر في اللي بعدها. فبالتالي عايز يدي جرس انذار، خاصه المنافسه السنه دي هتكون شرسه وشرسه جدا جدا. صحيح. خصوصا من نادي سان داونز، وافتكر شوف احنا النهارده لسه في شهر 9 اهو 23/9، يعني سان داونز السنه دي عامل فرقه اقوى كمان من السنه اللي فاتت بالتدعيمات اللي عملها، ربما يكون سان داونز ابرز مرشح لمنافسه الاهلي في دوري ابطال افريقيا في الموسم الحالي. احنا ما يهمناش يا فندم، يعني احنا هنكمل وربنا معانا. طيب خلينا نتكلم عن الزمالك، مباراه الزمالك وبيراميدز اللي كانت نتيجتها 2-2 وكانت مباراه قويه جدا جدا، رايك فيها ايه؟ طبعا كانت هي اكتر مباراه مثيره في الجوله الاولى. وده كان متوقع من قبل ما تبدا اللقاء. الزمالك وبيراميدز فرقتين كبار جدا جدا، تاني وتالت الموسم اللي فات، فرقه موجوده في دوري ابطال افريقيا اللي هي بيراميدز لاول مره في تاريخه، وفرقه موجوده في الكونفدراليه يعني نادي الزمالك. خلينا نعترف ان نادي الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا جدا، ده امر واضح وامر واقع. ولكن رغم هذه المشاكل، لما يطلع بتعادل 2-2 امام بيراميدز بعد التدعيمات الغير طبيعيه والقويه جدا اللي داخل بيها الموسم الحالي، بيراميدز من الفرق الموجوده حاليا اللي فعلا وحرفيا عنده فرقتين مش فرقه واحده. عنده فريق متكامل في ارض ملعب اساسي، وعنده فريق تاني احتياطي يقدر اي واحد يغيب في ارض الملعب بكل سهوله هدخل واحد تاني مكانه. يمكن المباراه مثلا شهدت ان عبد الله سعيد سجل اول هدف لبيراميدز، وبعد ذلك لما خرج عبد الله سعيد ما حسيتش بالفرق، فضل بيراميدز مسيطر على المباراه. خلينا نقول ان المباراه واحصائياتها بتقول وارقامها ان بيراميدز كان على اعتاب فوز سهل على الزمالك. ولغه الارقام دايما ما بتكذبش. يمكن عملوا 21 او 22 فرصه مقابل 7 فرص نادي الزمالك على مدار اللقاء. الزمالك في خلال ال6-7 دقائق اللي سيطر عليهم في بدايه الشوط الثاني سجل هدفين، وده يحسب للزمالك رغم ان فرصه اقل ولكنه حول الفرص الى اهداف. وكان قاب قوسين او ادنى من هو يفوز لولا طبعا ان بيراميدز تعادل. لكن بنقول للزمالك وجمهوره بلاش التعادل يخليك او يعني يغفل نظرك عن في مشكله، الفرقه فيها ازمه واثنين وثلاثه فنيه، مش هتكلم عن المشاكل اللي بره اللي هي بره الملعب، مالناش دعوه مشاكل بره الملعب، ونتكلم جوه الملعب، لا في مشاكل، بدليل ان بيراميدز كان عنده فرص كتيره جدا جدا في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، والفرقه عادت وتعادلت في النتيجه، وكان ممكن يفوز وكان ممكن يجيب سكور كبير في الشوط الاولاني، يعني بيراميدز سجل هدف صحيح واحد فقط وضيع 3-4 فرص محققه، كان ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده، واعتقد كان الموضوع هيفرط من النادي بس هل شايف ان ده بسبب اوسوريو مدرب الزمالك ان هو غير كتير قوي قوي؟ يعني الناس بتقول ان هو غير يمكن 9 تغييرات عن الماتش اللي فات. ده حقيقه. فهل ده اثر شويه على اللعيبه؟ طب اقول لك حاجه، نتكلم بالمنطق. يعني خساره الزمالك من ارتس رولاس جيبوتي كانت فعلا مفاجاه تصل الى حد الصاعقه، مش مفاجاه طبيعيه، ان ارتا سولار الجيبوتي فرقه ضعيفه جدا جدا، مع احترامنا طبعا لهذا الفريق ونحترم اي فريق واي منافس لاي فريق مصري، ولكنه فريق لم يحقق فوز في تاريخه في دور التمهيد الثاني في دوري ابطال افريقيا ولا الكونفدراليه، عمره ما فاز ولا مره، وعمره ما سجل اكتر من هدف في هذا الدور، تخيل ان هو يسجل هدفين ويفوز لاول مره، وعلى حساب فريق مصري مش اي فريق، ده نادي الزمالك اللي عنده تاريخ كبير جدا جدا. فاي حد مكان اوسوريو اكيد كان هيشيل نص الفرقه ويغيرها، لان اللعيبه ما كانتش في مستواها الطبيعي وبادئين بشكل سيء.
فأسوري وفي الحتة دي لا نديله عذره. لكن أسوري عنده مشكلة أكبر. أسوري عنده مشكلة في تحديد طريقة اللعب في الماتشات الكبيرة. يمكن الناس تفتكر السنة اللي فاتت ماتش الأهلي في الموسم اللي فات والنادي الأهلي ساعتها كان حاسم الدوري والموضوع منتهي. أسوري وبدأ بتشكيل غريب جدا جدا، مش كتشكيل على مستوى الأسماء، على مستوى المراكز، مغير مراكز اللعيبة في ماتش حساس، فكانت نتيجة الزمالك خسر 4-1 من النادي الأهلي. قدام بيراميدز بدا يعمل نفس القصه برده، وكان في بعض مش عايز اقول بلغه الكراس بسميها تاليف، يعني بلاش تالف، خلي كل لاعب في مكانه يؤدي في مكانه ويتالق في عشان مكانه عشان ما يتشتتش او عشان يبقى. ما... اه طبعا لان ده بيأثر على مستوى الفريق، لان الكره لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. حتى لو في لاعب متفوق او متالق في مركز غير مركزه، ما ده ما بقاش انطباع عام على كل الفريق، بدليل انه فعلا في الشوط الثاني لما عمل التغييرات لما عدل 4 تعديلات الدنيا اتغيرت خالص. صحيح. طبعا بيراميدز اكيد بعد ما اتاخر في النتيجه 2-1 برده، باتشيكو مدرب قوي جدا جدا وكبير جدا جدا ودماغه في الكره رائعه، يعني من الناس المميزه جدا كمدربين، عمل برده 4 تغييرات. وزي ما قلت لك لما حتى لما شال عبد الله سعيد من الملعب فضل بيراميدز مسيطر ومكمل في مشواره، وقدر ان هو سجل التعادل وكان ممكن يفوز بهذا اللقاء، ولكنه تعادل قد يكون بلغه الكره عادل. لكن لو قلنا على مستوى الاحصاءات والارقام، لا بيراميدز كان اقرب للفوز، فممكن نقول ان بيراميدز فقد نقطتين والزمالك فاز بنقطه. لكن تاثير هذه المباراه هيبان على الفتره الجايه، خصوصا ان الفرقتين هم اللي هيبداوا الجوله الثانيه على طول. يعني بيراميدز ان شاء الله هيلعب في اول ماتش في هذه الجوله الافتتاحيه الساعه 4 يوم الاثنين، هيلعب البنك الاهلي وهيلاعب فريق جريح. البنك الاهلي خسر من طلع الجيش في اول لقاء في الموسم الجديد، في اول مباراه او المباراه الافتتاحيه 2-0، فالبنك الاهلي عايز يعوض ولكنه طبعا هيصطدم ببيراميدز. في نفس اليوم الساعه 7 الزمالك عنده برده مباراه مع فريق جريح اخر وهو المقاولين العرب، برده لسه بنقول في بدايه كلامنا المقاولين خسر من بلديه. فالفكره ان هما الفرقتين هيلعبوا فرقتين جايين من خساره في الجوله الاولى، فبالتالي عايزين على الاقل يتجنبوا الخسارة أو يحققوا الفوز. فأعتقد الماتشين هيكونوا صعبين جدا جدا، سواء البنك الأهلي مع بيراميدز أو الزمالك مع المقاولين في بداية الجولة الثانية. طبعا بنتمنى لكل فرقنا المصرية التوفيق والنجاح إن شاء الله، يا طبعا إن شاء الله. الأهلي والزمالك وبيراميدز وكلهم طبعا إن شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا أستاذ أو الدكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي، نورتنا. مرسي لحضرتك. شكرا لك. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة، استنونا بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد.